بعد مشاركة سموه في الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمقر السفير الإماراتي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أن أفراح الإمارات هي أفراح البحرين، ونشارك الدولة الشقيقة أفراحها بعيدها الوطني من أعماق قلوبنا، فالأفراح التي تعم الإمارات بهذه المناسبة تعم البحرين أيضا، لأننا أشقاء نتشارك في السراء والضراء وبالأفراح والأتراح. وأشاد سموه بدولة الإمارات العربية المتحدة التي قامت على أسس متينة وقوية واستمرت مزدهرة وتنعم بالتقدم والازدهار لما حققه حكامها وشيوخها من جهود تحت قيادة باني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخوانه حكام الإمارات. وقال سموه إن الإمارات عندما اتحدت شكلت قوة اقتصادية وسياسية وتنموية صبت في صالح شعوب الإمارات السبع ودعمت الكيان الخليجي وزادته منعة وتأثير. وأضاف سموه أن ما يجمعنا بالأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة كبيرة، وستظل هذه الروابط الأخوية تزداد وثوقا ورسوخا، فنحن كل لا يتجزأ. ونوه سموه بما يشكله الاتحاد الإماراتي من نموذج ناجح وقوي في الوحدة والتماسك القائم على مرتكزات قوية شكلت انطلاقة قوية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأن تخطو خطوات كبيرة على درب التنمية والرقي وبناء مستقبل مزدهر لشعبها الشقيق. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد قام صباح اليوم بزيارة إلى مقر سفير الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، مشاركة من سموه للدولة الشقيقة احتفالاتها باليوم الوطني، حيث كان في استقبال سموه سعادة السيد عبد الرضا عبد الله خوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البحرين. وقد أشاد سموه بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من نهضة وتطور في شتى المجالات في ظل قيادتها التي استطاعت برؤيتها الحكيمة أن ترسخ أسس دولة حديثة متكاملة الأركان. وقال سموه إن احتفال الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعيدها الوطني هو مناسبة غالية وعزيزة على نفوسنا جميعا، تقديرا للدور الذي تقوم به الدولة الشقيقة في دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومناصرتها لقضايا الأمتين العربية والإسلامية ووقوفها إلى جانب أشقائها في مختلف الظروف. وبهذه المناسبة قدم سمو رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود والشعب الإماراتي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية، معربا سموه عن تمنياته بأن تتجدد هذه الذكرى الوطنية على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بدوام الرفعة والازدهار. وأكد سموه أن مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في نفوس البحرين وأبنائها كبيرة، وأن هذه المكانة ترتكز على تاريخ طويل من الأخوة والمحبة ووشائج القربة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي أرسى قواعدها الأجداد والأباء، وأننا على نهجهم سائرون. وأشاد سموه بمواقف دولة الإمارات الداعمة والمساندة لمملكة البحرين في شتى الظروف والتي ستظل شاهدة على مدى عمق علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين. واستذكر سموه في هذه المناسبة الدور الملهم لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومواقفه التي كانت تهدف إلى وحدة الصف الخليجي والعربي، منوها سموه إلى أن الأخوة قادة وحكام دول الإمارات يسيرون على ذات النهج الحكيم الذي أرساه حكام الإمارات المؤسسين. وعرب سموه عن ارتياحه لما تشهده العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين من تطور ونماء في كافة المجالات، بما يعكس الحرص المتبادل من قيادتي وشعبي البلدين على بناء نموذج للتعاون البناء والمثمر الذي يعبر عن الأخوة بين البلدين.
سلام الله على البحرين ومليك المملكة الأهان. سلام الله على البحرين ومليك المملكة الأهان. وسلام الله عليكم يا النشامى وارفع يميني. تراحي بالوفا والطيب أقدمها مع القيفان وسندها على المعنى ورتبها في بيتيني. تراحيبي تراحيبي أقدمها الخليفة الفخر بن سلمان. تراحيبي أقدمها الخليفة الفخر بن سلمان. ولا توفي لها أبيات الشعر ولا الدواويني. سليل المجد طلق اليد وافي المد عالي الشان وراعي الجود والمفنود رجل في الصعبة هيبيني. ذكرت اسمه ذكرت اسمه ذكرت اسمه بأبيات الشعر يوم رجحت الأوزان وطاب الشعر دام اسمه كتبته في عناويني. إماراتي إماراتي ولاني ضيف يا العربان. إماراتي إماراتي ولاني ضيف يا العربان. أحس أني بشوفتكم في هذا اليوم بحريني. من جانبه أعرب السيد عبد الرضا عبد الله خوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البحرين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذه اللفتة الكريمة ومشاركتهم في الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات، الأمر الذي يجسد مدى ما يكنه سموه من مشاعر المودة والتقدير للدولة وشعبها، مؤكدا أن سموه حريص دائما على دعم كل ما من شأنه تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين. وقال إن تشريف سموه اليوم يمثل وسام فخر واعتزاز، فسموه دائما الاهتمام على الارتقاء بالعلاقات البحرينية الإماراتية وتطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، منوها بما تشهده البحرين في ظل قيادتها الحكيمة من نهضة وازدهار، معربا عن شكره وتقديره لما أبداه أبناء البحرين على المستويين الرسمي والشعبي من مشاعر صادقة وتهاني تجسد خصوصية علاقات الأخوة والمحبة بين البلدين والشعبين الشقيقين. يوم المبارك وعيد الإمارات عيدنا، والله يوفق قادة دولة الإمارات إخواننا وعائلتنا سمو الشيخ خليفة والشيخ محمد الشيخ محمد بن راشد شعب الإمارات كله. وهذا اليوم إن شاء الله يوم فرحة للجميع، وإحنا مسرورين أن نشارككم هذه الفرحة في بلدكم البحرين.